We are live. الحلقة رقم 24 من Meet the Expert، البرنامج اللي بقاله أكتر من سنة وأربع خمس شهور بنجيب فيه الخبراء اللي موجودين في المجالات المختلفة. وقعدنا فترة طويلة يمكن بعد الحلقة اللي فاتت نفكر هنجيب مين، نتكلم في موضوع إيه، فكل التفكير كان رايح إن احنا نجيب خبير من الخبراء بتوعنا يكلمونا على قصة مختلفة، قصة ملهمة، اسبكت مختلف من الاندستري اللي بنشتغل فيها. اختياره كان بعناية والموضوع كان برضو اخترناه بعناية. فكرة انك تكون صيدلي بدرجة رجل اعمال شركة من اكبر واحسن الشركات الملهمة اللي موجودة في الفارماسيوتيكال ماركت، مش بس كده، النجاح بقى بيتأتى من الكوفاوندر او الجي ام، التسلسل الطبيعي للكالتشر اللي انت بتشوفها في الشركة دي ينم عن شخص فاهم جدا يعامل الناس اللي معاه ازاي. اختياره للستيبس اللي بيمشي عليها لحد ما يوصل لنجاح يمكن مخطط له او بنسعى ان احنا نبقى في اكبر الشركات او من اكبر الشركات موجوده في الماركتيكال ماركت، معانا دكتور محمود. دكتور محمود فراج جي ام والكوفاوندر لشركه باركفيل. هو النهارده يعني اكتر حد حدثنا عن نفسه وعرفنا مين دكتور محمود فراج، يمكن عارفين حاجات صغيره كده، فتسمح لي ان انا يعني اعرف حضرتك كده كجي ام او كوفاوندر، واسيب لحضرتك الفلور ان انت مشرفني النهارده في ميت ذا اكسبرت الحلقه رقم 24. عرفنا بحضرتك يا دكتور محمود، ويعني هنبقى النهارده مستمعين جيدين لحضرتك في كل الاسئله اللي هنتكلم فيها النهارده. اتفضل. اهلا وسهلا بيك يا دكتور احمد، ويعني احب ارحب بكل متابعينك النهارده. يعني شكرا جدا يعني ان انتم مستضيفيني على البلاتفورم دوت، حاجة تشرفني جدا. في البداية أنا محمود فراج، أنا صيدلي دفعة 2001، وعايزين نقف عند كلمة صيدلي شوية. أنا عارف جزء كبير جدا من متابعينك صيدلة، يعني أنا بحب إن يتقال لي صيدلي أكتر من دكتور، عشان الحقيقة إن الصيدلة دي مهنة عظيمة جدا، والطب طبعا مهنة عظيمة جدا أكيد، بس الصيدله دي مهنه عظيمه، احنا مهم ان احنا نفتخر بيها ونتمسك بتعريفنا كصيدلي. اتخرجت من صيدله اسكندريه 2001، اشتغلت في مجموعه شركات مالتي ناشونال في مصر وفي الخليج، وفي 2009 رجعت مصر از ا كوفاوندر لباركفيل فارماسيوتيكلز، وحاليا هولدنج بوزيشن اوف جي ام الشركه. اوكي، شرفتنا ونورتنا دكتور محمود. النهارده حاطين خطوات عمليه او ستيبس كده، فكره ان حضرتك يعني دخلت في السيستم بتاع اي صيدله زي ما حضرتك قلت، اشتغل في شركات واتنقلت في فارماسيوتيكال كومبانيز مختلفه سواء في مصر او بره مصر، وجيت قررت تختار مشروع وتفتح الشركه بتاعت حضرتك او نبدا نشتغل في شركه من اكبر الشركات حاليا على مدار مستقيم 12 سنه. اختيارك للمشروع، هل احنا كصيادله اشتغلنا في البروموشنز في الدعايه او حتى في الصيدليات، امتى الخطوه اللي اختار فيها الكارير او حتى ان انا ابدا افتح المشروع بتاعي، وامتى يكون المشروع ده انا بالنسبه لي هل مناسب ان انا افتح المشروع ده او غيره، معتمد على ايه؟ طيب، هو السؤال دوت مهم جدا طبعا يا دكتور احمد. الحقيقه ان المشروع طبعا معتمد على حاجات كثيره جدا، اهمها مجموع الخبرات اللي الواحد اكتسبها قبل ما يفتح المشروع ده. علشان كده يعني انا نصيحتي لكتير من الشباب اللي عندهم طموح وعندهم احلام ان هم يبقى عندهم their own startup، ان هم قبل ما يبتدوا اي حاجه لازم ياخدوا قدر كافي من الخبره في organizations فيها business structure قوي ومظبوط، عشان ده هيفرق معاهم كتير جدا بعد خروجهم في الجامعه. الحقيقه يمكن طبيعه مهنتنا احنا كصيدله هي جمالها ان هي مهنه جامعه بين الطب والاداره والتسويق والبزنس بشكل عام، ولم يعني نبقى فاهمين فلسفه المهنه واحنا بنشتغلها واحنا بندخل كليه صيدله. المميزات دي كلها بتخلي الصيدلي بيبقى عنده مجموعه من الخبرات كبيره جدا في سن صغير. يعني انا دايما بقولها الصيدلي اللي واقف في الصيدليه اللي بيدير صيدليه كويس يقدر يدير اي حاجه، لسبب بسيط جدا ان المكان اللوكالايزد اللي انت واقف فيه ده
حضرتك او حضرتك كصيدلانيه بتتعاملوا مع عدد عملاء مش قليل، بتتعاملوا مع عدد سبلايرز ممكن يوصل للمئات، بتتعاملوا فاينانشال طول الوقت في فواتير وكاش صحيح وكاش سايكل صحيح بطريقه معينه، صحيح بتتعاملوا مع شركات بتحاول تعمل بروموشن وماركتنج والكلام ده كله، بتتعاملوا مع مجموعه كبيره جدا من الاطباء، بتتعاملوا مع كم من الليجلايزيشنز كبير جدا من خلال ايذر وزاره الصحه او الحي، كل الكلام ده الصيدلي بيتعرض له وهو في الصيدليه، فبيدي له خبرات اداريه كبيره جدا جدا جدا. فميكس الخبرات الاداريه ديت مع اللغه الطبيه اللي هو عارفها ومع كميه المعلومات الطبيه، فبتخلي السبيشاليتي بتاعتنا سبيشاليتي مختلفه بعد كده في الاداره بشكل عام. ف لو هتكلم على التراك بتاع شركات الادويه، فيمكن احنا كصيادله مصريين مميزين جدا في كل ما هو فارماسيوتيكال ماركتنج اند سيلز، ودي كور فانكشن يمكن اللي باركفيل مبنيه عليها، يعني دي كور فانكشن الاساسيه الفارماسيوتيكال ماركتنج اند سيلز. الماركتنج طبعا ساينس كبير جدا ومهم جدا، لكن بينج سبيشاليزد في الفارماسيوتيكال بارت ديت حاجه بتدي الصيادله بالذات ايدج عن اي ماركتير تاني في الاندستري دي. اوكي اتفضل. انا بس مش عايز اقطع الحديث بتاعك الشيق، ان انا عارف ان حضرتك يعني ما شاء الله منتمي للصيادله، والناس مبسوطه قوي ان احنا بنتكلم على الصيادله واختيار اساليب ان انا بختار المشروع بتاعي. فالخبرات، خلينا ناكد على جمله ونعمل بس يعني كونكلوجن للحته الصغيره دي، هنرجع لها تاني، ان لازم اعتمد على الخبرات المتراكمه في وانا متخرج او اشتغلت او رحت المكان اللي انا بشتغل فيه. وفي نفس الوقت انت حضرتك بترشح او بترجح ان ممكن ان انا في صيدليه عارف كل الخبرات المختلفه، سواء سيلز اند ماركتنج، فاينانس، الكاش فلو، بعرف الكلام ده كله. طب هل ده معتمد على ان انا عندي خبراتي بس هي اللي ممكن تاهلني ده؟ يعني خبرات حضرتك او التيم اللي عند حضرتك في باركفيل كان هو بس العامل الوحيد ان احنا كخبرات، ولا احنا يمكن خدنا بقى اساليب لنجاح المشروع بتاعنا؟ هل ممكن حضرتك تحددها لنا كده، او تقول لنا احنا لما قررنا نفتح المشروع بتاعنا خلاص بالخبرات بتاعتنا واحنا كصيادله اتجهنا للجزء ده، خدنا اساليب واعتمدنا على ربنا سبحانه وتعالى بس خدنا من الاسباب، ايه هي بقى الاسباب اللي من وجهه نظرنا احنا ككونسيومر شايفين ان باركفيل اخدتها عشان تنجح؟ فقول لنا احنا بقى الخطوات البسيطه دي عشان ننجح بالمشروع بتاعنا. طيب بص، اكيد طبعا الاسباب كثيره جدا، بس انا هتكلم يعني على اسباب عامه، وفي نفس الوقت باركفيل الى حد ما مشيت على عدد منها. طبعا الخبرات، هرجع اكررها لك تاني معلش يا احمد، ان يبقى عندك خبره، يعني فكره ان انت من جواك اصلا تبقى انتربرينير، والانتربرينير شيب دي تكون موجوده عندك ويكون عندك باشن ناحيتها. ليه؟ لأن دي اللي هتخليك تتحمل مصاعب كبيرة جدا جدا صحيح جدا جدا في البداية، اللي لو أنت ما عندكش الموتيف ده بتاعها في الأول الستارت اب مش هيكمل. الحاجة التانية المهمة الفكرة، لازم تكون في فكرة قوية. الفكرة مش بس مجرد فكرة، الفكرة لازم تبقى مصحوبة ببلان وبماركت ستادي وبماركت أناليسيس جامدة جدا، وايدنتيفاينج الجاب بصورة مهمة جدا. وأنا بنصح أي حد إنه يقضي أكبر وقت ممكن في البلان دوت، ومش بس كده، ينفست في البلان، عشان ده مهما ومستمر كان يا دكتور قرفه. محمود، ومستمر. بص الكونسيستنسي في البريبريشن وفي البلاننج لأي بروجكت أو أي أيديا جديدة، دي حاجة ما ينفعش نوقفها علشان نقلل ريسك. التوفيق طبعا في جميع الأحوال بإيد ربنا، بس البروبر بلاننج بيقلل الريسك للفيلير بطريقه قويه جدا. الجزء الثاني برضو المهم، الحاجه اللي ما نقدرش نقبلها، الريسورسز. الريسورسز اللي هندخل بيها البروجكت او الستارت اب دوت، لازم يبقى فيه بروبر الوكيشن للريسورسز، ولازم تبقى محسوب، وما نقعش في خدعه الاكسل شيت
الاكسل شيت بيبقى خادع جدا لاي ستارت اب، ان جدا انت صحيح. بتقعد تحط البلان بتاعتك الفاينانشال بلان، انا هبيع اول شهر كذا ثاني شهر كذا ايوه مصاريفي كذا البريك ايفن بعد 4 شهور، وبتلاقي الدنيا جميله ولطيفه. هو الحقيقه البروبر بلاننج والسكيورنج الفاينانشال ريسورسز بالذات لاطول فتره ممكنه، او وسكيورنج الاوبريشنال ريسورسز، وتبقى عامل في حسابك ان لا احتمال ان البريك ايفن دي تتاخر شويه، دي هتديك متنفس قوي جدا منتلي، وهتقلل من البريشر السايكولوجيكال والمنتل عليك، وهتخلي الباشن هو اللي يليد الفتره دي. خدتني طبعا حتة مهمة قوي مش عايز اقطعك فيها، اتفضل. بس خليني لا لا فاكرها اتفضل. احنا وانت. الباشن، ان انا استخدم الريسورسز بتاعتي حتى لو كنت بشتغل بورقة وقلم والاكسل، بس لازم معايا بقى ايه، ايديا ورجليا بقى، رجالتي، بالمصطلح بقى العام من اللي كنا بنسمعه، اللي في الاخير هم الاعمدة الاساسية اللي انا متأكد ان يمكن من الاولويات اللي عند حضرتك هي اهتمام بالريسورسز اللي خاصة بالاشخاص. عايزين بقى نفرد لها كده قطاع عريض من الكلام، لان هو بالنسبه لي الحديث الاحدث بقى في دخولنا في الهيومن بينج اللي احنا اتكلمنا فيها قبل الريكورد. فهتاخدنا بقى لحته فكره ان الباشن، هل اختيارنا برضو للريسورسز اللي معانا معتمده على خبراتهم زائد الباشن، ولا مين قبل مين؟ لا، الباشن قبل خبراته. حلو الباشن فعلا قبل خبراتهم، ودور المدير الشاطر ان هو يعرف يانكفر البوتنشال اللي موجود جوه واحد او كل جوه واحده معاه، علشان يطلع منه الماكسيمم برودكتيفيتي في القصه دي، وازاي ان الموضوع يتحول من فيجن فرديه لفيجن جماعيه، وازاي ان الاداره تتحول من ان 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 عقل واحد بيدير لعقل جمعي بيليد المنظومه، وازاي ان المجهود بدل يبقى مجهود فردي يبقى مجهود جمعي برضه. فكل ده محتاج حاجات كثيره جدا، من اهمها لاي حد بيبتدي اي ستارت اب، ان هو يبقى عارف ازاي انه يربط بين طموح الكوربريت او طموح المنظمه او المؤسسه اللي هو بيديرها والطموح الشخصي لكل فرد فيها. يعني بس طول صعب ما قوي دكتور الاثنين دول محمود، خليني بقى كده يعني اتشالنجينج يو بقى، يعني صعب قوي يعني اربط بقى بين اهداف المؤسسه والاهداف طيب الشخصيه لكل فرد. كلام حلو ممكن نقول احنا، انا بقوله في الكتب، عايز اشوفه بقى في الاكتيفيتيز اللي بنعملها ديلي على بركه في المسمى ده بالذات. طب تعرف يا احمد ان دي كانت من اهم التشالنجز اللي عندي في حياتي انا الشخصيه، ان 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 اللي هي لما الكلام ده زي ما انت بتقول بالظبط، قريناها طول الوقت احنا بنقراه في الكتب والكلام ده كله، فاوقات كده الواحد بيجي له لحظه شك، هو الكلام ده بجد ولا لا؟ يعني انا احد الحاجات اللي فادتني جدا في حياتي وكانت فارقه معايا جدا، انا ابتديت دراسه الام بي اي في بدايه شغلي في باركفيل. الكلام ده كان في يمكن في 2010 او اوائل 2010 تقريبا. فاستفدت من التشالنج ده ان مفيش اساينمنت او بروجكت او حاجه قريتها او ماتريكس في الاستراتيجيك مانجمنت او الاستراتيجيك ماركتنج شفته غير وحاولنا نطبقه بطريقه عمليه ونشوف الكلام النظري ده بيشتغل ولا ما بيشتغلش. الحقيقه ان احنا لقينا بنسبه كبيره جدا منه بيشتغل. وهقول لك بقى نقطه في موضوع بص، في حاجات كثيره جدا زي ما انت قلت بالظبط يا احمد، اللي هي بيسموها easier said than done، او ممكن بتتقال بعباره ثانيه اللي هو السهل الممتنع. السهل الممتنع في القصه دي كلها لاي مدير ان هو يكون سنسير فعلا وهو بيعمل دوت مع الناس اللي بتشتغل معاه، ان هو يحسس كل الناس اللي بتشتغل معاه ان هو فعلا عايز مصلحته الحقيقيه، وان مصلحه الشخص